تلبية لدعوة السيد دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وبأمر من قبل السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترمين، وبإشراف ميداني مباشر من قبل رئيس دائرة الإسناد الهندسي الفريق حاتم المقصوصي، وتحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، باشرت مديرية الهندسة العسكرية بكوادرها الهندسية بحملة تقديم الخدمات لمناطق أطراف بغداد والمناطق الزراعية، تلك المناطق التي كانت تعاني من قلة الخدمات في الفترة السابقة. نحن حاليا في منطقة واحد حزيران ومنطقة الإصلاح ومنطقة السريدات في بوب الشام. الحملة تضمنت قشط الطرق وفرش مادة السبيس وحد للطرق وفتح الطرق المغلقة ورفع الأنقاذ وردم المستنقعات. لليوم 12 على التوالي مستمرين بهذه الحملة، نسبة إنجاز العمل وصلت 75%. عند الانتقال من إكمال هذه المناطق ننتقل إلى المناطق المجاورة ضمن بلدية بوب الشام لتقديم أفضل الخدمات في هذه المناطق بالتعاون مع جهد المديرية الهندسة العسكرية لوزارة الدفاع. عملنا مستمر لخدمة أهالينا وناسنا الطيبين في هذه المناطق الزراعية المحرومة. توجيه السيد رئيس الوزراء ما نطلع من أي منطقة إلا نكملها، تعديل وقص الشوارع، تسوية، إكساب السبويس بالمرحلة النهائية، الحشد الشعبي الأبطال أيضا مشاركين معنا بهذه الحملة، تم إكساب الإسفلت. نشكر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ونشكر وزير الدفاع ونشكر الهندسة العسكرية لجهودها المبذول بمنطقتنا. طبعا احنا منطقة تعبانة ومنطقة نهائيا ما حد ما طابنا ولا احد واصلنا، بس بجهدهم ان شاء الله وجهد الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ونشكرهم ونكون انهم ممنونين احنا اللي انطبونا، وهسه جاي يشتغلون يعدلون شوارع الله يوفقهم. والسيد اللواء مدير الهندسة خضير الله يحفظه ويرعاه، لحد الآن هو موجود هنا، موجود بالعمل ويشرف بنفسه هو. نشكر السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني على هالجهد اللي ودانا اياه، الجهد الهندسي، ونشكر السيد اللواء اللي هو مشرف على هذا، ونشكر السيد المقدم والأمانة مال الثعالبة استاذ جاسم على الشغل اللي هم حتى الساعة ب 11 هو حاليا موجود ويانا. والجهد يظلون منا لمن ما تنتهي الدوام هم ويانا، فمشكورين على هذا الجهد، ونشكر وزير الدفاع ونشكر القوات المسلحة كلها.